الأنباء حول هذه التطورات العسكرية في شوارع وميادين أنقرة واسطنبول. نتابع الآن مشاهدينا الكرام. نعم، إذا ننتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي أستاذ حسن السفري. نعم، مساء الخير. نعم، إذا تحقق إذا الكابوس أستاذ حسن الذي كان ينتظر أردوغان كل يوم، وتم بالفعل هناك يعني انقلاب عسكري كما يعني تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا ما أعلن عنه رئيس الوزراء التركي. نعم، لا يتم حتى الآن انقلاب عسكري، ولكن في محاولة من قبل الجيش التركي أو بعض العناصر من داخل الجيش التركي لمحاولة انقلاب، وهنا بعدة مدن وعدة أماكن استراتيجية في وجود عسكري. ولكن الرئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم قبل قليل على قناة الان تي في التركي قال أن هنا في محاولة ولكن سنرد على هذه المحاولة، ويبدو أن هناك في اشتباك بين قوسين بين الجيش التركي وبين الشرطة التركية في تركيا في بعض الأماكن، والجيش التركي يحاول أن يسيطر على بعض الأماكن للشرطة التركية ومعه الدبابات ومعه الطائرات. وهنا في بعض الصحفيين الموالين والمقربين للمصادر الحكومية تتحدث بأن عناصر قريبة مقربة من فتح الله جولان داخل الجيش التركي تحاول أن تقضي أو تحاول أن لانقلاب عسكري، ولكن سنرد على هذه الانقلاب سيقولون المقربين من الحكومة داخل الحكومة على تواصل الموقع الاجتماعي. ولكن حتى الآن لا يتم هنا أي ضربة عسكرية أو لا يعلن هنا أي ضربة عسكرية، ولكن في محاولة من الأكيد. وهنا يعني نحن الآن بصدد محاولة لهذا الانقلاب ومحاولة من الجانب الآخر لاحتوائه، ولكن إرهاصات ذلك الانقلاب كيف ترصدها لنا خلال الفترة الماضية؟ عفوا لم أسمع السؤال. نعم، أتحدث عن إرهاصات هذا الانقلاب، هل كان له مقدمات؟ ألو نعم سيد حسن، انقطع الاتصال مع السيد حسن الصفري. مرة أخرى نعيد ونذكر.